بسم الله الرحمن الرحيم. سيد فرابي المحامي، أنا موجود هنا بصفة عضو ائتلاف الائتلاف الإسلامي الحر. أنا طبعا تعرفت على الأستاذ الدكتور محمد حمزة، كنا متواجدين في الميدان وتناقشنا في دار بيننا نقاش، احنا على نقاش دائم، متفقين على أشياء كثيرة ومختلفين على بعض الأشياء. بنتكلم عن ازاي نخرج بالبلد من الأزمة بتاعتها. قال لي تعالى أعرفك على مجموعة طيبة وناس بتحب مصر قوي، فجينا وده أول لقاء لي هنا. فتعرفت على الأستاذ جرير وطرح الفكرة بتاعته أنه هو بيحب مصر ولا يريد الإقصاء، وهذه الفكرة التي أنشئ من أجلها الائتلاف، وده سبب الائتلاف هدفه الأساسي اللي هو تفعيل الحوار بين مكونات المجتمع. فلما دعاني الدكتور محمد حمزة للحوار فجيت وسمعت كلام جميل جدا، أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام فعلا ينفذ على أرض الواقع ويفعل لكي نخرج بالبلد من الأزمة اللي احنا متواجدين فيها. وأنا بدعو دائما للحوار، الحوار كويس نتحاور مع بعض. احنا أنا أرى أن البلد فيها توازن قوة وفيها مكونات كثيرة، ولا يستطيع أحد هذه المكونات إقصاء المكون الآخر، وإحنا يجب أن نعمل بفكرة أننا شركاء في وطن، وأن المالك لهذا الوطن هو الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع طرف أن يقصي طرف أو ينهي عقد الشراكة. فنحن شركاء رغم عنا، لأن المالك هو الله سبحانه وتعالى، وإحنا هنا موجودين عشان بنعمل حوار، واللي فيه خير للبلد إن شاء الله هنتفق فيه، واللي ما فيهوش خير من وجهة نظرنا هنتناصح فيه ونقول كده لأ ونصوبه إن شاء الله. جزاكم الله خير.